المحاماة رسالة لا يؤديها الأوساط، وأنها فروسية أيضا، وأن المحاماة هم فرسان، أو المحامين هم فرسان الكلمة. إنما أي كلمة؟ هل الكلمة المنطوية على زخارف وسجع وطباق وبديع والمزينات لا، الكلمة المعنية، الكلمة التي لها معنى، الكلمة التي تؤلف بها الكتب، والتي تكتب بها المقالات والأبحاث والأعمال الروائية والأدبية، وتؤدى بها الايه؟ المحاماة. عشان كده حضراتكم هتلاقوا ان في مصاهرة لم تنقطع قط بين المحاماة والمحامين وبين صناع الكلمة او العاملين بها. وعشان كده هتلاقوا انه من صناع الكلمة العاملين في ميادين مختلفة هم من خريجي كليات الحقوق: احمد لطفي السيد استاذ الجيل حقوقي، الاستاذ الدكتور محمد حسين هيكل صاحب زينب وحياة محمد والفاروق عمر وفي منزل الوحي وجل جاك روسو الى اخر القائمة الرفيعة اللي ألفها. الدكتور هيكل حقوقي ترأس مجلس الشيوخ وحمل عددا كبيرا من من الحقائب الوزارية، وكان رئيس تحرير جريدة السياسة. شوفوا الحقوق عملت ايه. عندكم مثلا توفيق الحكيم حقوقي، دكتور محمد مندور شيخ النقاد ومحامي ايضا حقوقي، محمد عبد الله محمد اللي انا بقول عليه ابويا الروحي محامي وعبقري واستاذ جيل، محمد التابعي ابو الصحافة الحديثة في مصر وفي الشرق حقوقي، محمد نجيب اول رئيس لجمهورية مصر حقوقي، فكري اباظة او فكري اباظة باشا احد مؤسسي دار الهلال حقوقي، احمد بهاء الدين العبقري حقوقي، احسان عبد القدوس الكاتب السياسي والروائي حقوقي، موسى صبري حقوقي. عدوا زي ما انتوا عاوزين، هتلاقوا في قاسم مشترك كده انه فيه مصاهرة بين المحاماة وبين كل هذه المدارس قوامها الكلمة وفروسية الكلمة. هرجع اقول برضو الكلمة مش مجرد جعجعة، الكلمة خدمة لمبدأ. ناخد مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما راحوا القرشيين الى ابي طالب يطلبون منه ان يكف محمدا عنهم، فدخل عليه لقاه متغير، قال له يعني خير يا عماه؟ قال له يعني اهلك او ناسك او قبيلتك لجأوا الي وطالبين كيت وكيت وكيت. فقال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر او اهلك دونه ما تركته. قضية مبدأ، هو اللي وقف لربنا سبحانه وتعالى بعد العذابات التي تلقاها من اهل الطائف والاحجار التي القيت عليه حتى ادمت وجهه وقدميه، واستند الى سور جدار يبكي الى ربه ويقول دعاءه الشهير الى الله سبحانه وتعالى. اليك اشكو قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم قريب؟ اللي هم بتوع مكة ها؟ وليته أمري. شباه المحامي المكافح المناضل، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الله الله. عشان كده كل الأديان عرفت وأقرت المحاماة. قوة الحجة عنصر من عناصر المحاماة.
نجدها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما لجأ إليه اتنين متخانقين على مواريس ودقت القضية ومستغلقة وعز على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي أنه يصل إلى النتيجة التي يرتضيها، فأراد أن يثير النصفة بين المتقاضيين، فقال لهم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني أقدر على الإقناع بها، فأقضي له على نحو مما أسمع. شوف بقى التنبيه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. الله، شوف دعاء موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوف بقى اللي جاية، عاوز محامي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي آية أخرى قال ربي إني أخاف أن يكذبون، يكذبوني يعني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلي هارون أخي. وفي سورة القصص، وأخي هارون شبه هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال له رب العزة سنشد عضدك بأخيك. محامي، بعت له محامي. عشان كده كانت المحاماة معروفة في الأديان. نجد في المسيحية، في إنجيل يوحنا إصحاح 1:1، في البدء كان الكلمة، الكلمة. وفي مرقس، في إنجيل مرقس، الزارع يزرع كلمة الله، يزرع كلمة الله، وأن الذين تزرع أو توجه إليهم الكلمة في الأرض الجيدة هم الذين يستمرون. المسيح عليه السلام هو الذي دافع عن يعني اشتغل محامي لها، عن مريم المجدلية، وقال للمتجمعين لإيذائها من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرميها بعيه بحجر، فانصرف كل إلى حال سبيله خجلا. في الإسلام في قصة معروفة في السيرة، كان في واحد قراشي من قرش ليه حق عند أبو جهل، راح يطلبه، سخروا منه في منتدى قريش، ففوجئ القراشي بأنه أفوجئ القراشيون، لأن كان إحنا لسه في أول الدعوة المحمدية أو الدعوة الإسلامية. النبي قال له حاجتك إيه؟ قال له أنا ليا كذا كذا عند أبو الحكم عمرو بن هشام، ده الاسم الرسمي. وصار في الإسلام أبو جهل من فرط جهالته، خده في إيده وراح خبط على باب دار أبي جهل، طلع أبو جهل قال له اعطي هذا الرجل ما له. أبو جهل في هدوء تام دخل فأحضر فأعطى الرجل. هذا عمل من أعمال المحاماة. في الإسلام أنه فرض كفاية، يعني يقوم به كفء له. هذه الكفاية مستخلصة من قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، يعني مش لازم بالضرورة كل الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تدافع الناس هو الداعي إلى هذا. في القرآن الحكيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن رسالة المحاماة ليست كما يقول المتقولون الجاهلون أنها دفاع عن الظلم، لا، المحاماة كما يجب أن تكون دفاع عن الحق وليس دفاعا عن الظلم.